اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم الحلقه دي بتيجي بعد بطوله افريقيا، فلازم يبقى نجمنا او ضيفنا حاجه عالميه برضو على قدر الحدث وعلى قدر الكاس اللي جنبنا. معانا النهارده طبعا زي ما قلت لكم مصطفى عسل اللي برحب بيه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا تايسون، انا مبسوط حضرتك جدا النهارده والله. وكمان خلينا نقول يعني احنا برنامج الابطال والدنيا كلها كؤوس وابطال وحاجه جميله. لا في البدايه والله يعني انا بحيي الفريق على المجهود العظيم اللي عملوه امبارح ده، حاجه مشرفه لينا احنا كلنا والمصر، حاجه عظيمه جدا. انا مش قادر اقول لك شعوري، يعني شعوري امبارح وانا قاعد بتفرج انا وبابايا وعيلتي يعني في كافيه تحت بيتي على طول. هيصه طبعا، مش انا قاعد اتنطط، ما عرفش العب النهارده من التمرين، خلاص رجلي كلها قفشه من التنطيط والله. لا بحب احيي كل الفرقه، و يعني بوجه الشكر لكابتن محمود الخطيب على المؤازره الكبيره للفريق دي وكل اعضاء مجلس اداره، وبحيي الفريق كل واحد واحد، وجهاز طبعا الفني والطبي، حاجه يعني تحفه لمصر. وخليني اقول لكم بس الكاس اللي جنب مصطفى ده كاس بطوله العظماء الثمانيه في السكواش، في بطوله اتلعبت من اسبوعين ثلاثه هنا في جنبنا في 6 اكتوبر، وكان بيشارك فيها احسن 8 لاعبين على مستوى العالم. ومصطفى عسل نجح بسنه الصغير ده، مش 20 سنه ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب، كاصغر لاعب في التاريخ يحصل على هذه البطوله وياخد كاس العظماء الثمانيه. الف مبروك طبعا على الكاس. ونتكلم عن البطوله دي شويه، يمكن الستارت بتاعك ما توفقتش فيه، خسرت. كان محمد شرباجي باين؟ محمد شرباجي خسرت 3-1، 3-2. خسرت 2-1 في المجموعات. انا اسف، كان الماتشات بتلعب 2، انا اسف، 2-1. وكان ماتش برده ماشي كلوز جيم، بس ماتش زي ده كان ممكن يخليك تروح في حته ثانيه. حقيقة. تحبط الخساره الكر. لا انا عايز اقول لك، انا بعد الماتش ده على طول انا مش متعود، ان هي دايما البطوله دي مختلفه غير البطولات كلها اللي عندنا. البطولات دي بتقسم مجموعات، مش دور واحد، لو دور واحد خسرت تخسر يعني، مجموعات وبعد كده بتحول لما اول وتاني بيروح على السيمي فاينل على طول، دور نص النهائي. ف انا بعد ما البطوله يا مصطفى، دي صوره البطوله. والماتش اللي هو اللي انت خسرت فيه ده، ماتش خسرت فيه اعتقد. هو ده ماشي، اتفضل. عايز لا اتفضل. فبعديها طبعا بعد ما خسرت الماتش ده طبعا شعور بالاحباط كبير جدا. خسرت خلاص، بقيت اتكلم مع مدربين ان انا خسرت، يعني مش متوقع ان انا لسه في ماتشات تانية. حتى ابتديت اللي هو ايه، خلاص بلم حاجتي في يعني الاوضه. يعني انت نفسيا كنت محتاج، نفسيا حتى عمري ما لعبت البطوله دي، اول مره اخشها. وطبعا انا بالنسبه لي ان انا العب مع محمد الشرباجي والبطوله دي، وعملت ماتش كويس جدا، بس كان نفسي اكسب، ان هو اول دفعه، اول ماتش بتدي روح ثانيه، حاجات ثانيه. فخسرت الماتش طبعا، كنت متضايق طبعا شويه. وبعد كده كلهم قالوا لسه في ماتشات ثانيه، لسه بدري خالص، لسه عندك ماتش وماتشين كمان تثبت نفسك فيهم وتتاهل ان شاء الله. فمن هنا بقى البدايه، دخلت الماتش الثاني. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لعبنا الساعه 12 بالليل، ولغايه الساعه 12 بالليل الناس كلها قاعده مستنيه الماتش. طبعا جمهور النادي الاهلي. طب 12 بالليل ايه اللي اخر ماتش؟ الماتش ماتشات اتاخرت طبعا، مع ان بنلعب جيمين بس. دي حقيقي. الماتشات بيحصل تشفيت للمواعيد طبعًا. فتلاقي اخر ماتش اللي بيشيل يعني. فقعدت بقى، قعدت والجمهور الحمد لله كان مستني يعني لغايه الساعه 12 بالليل، مع ان الدنيا بتفضى بقى خلاص. محمد الشرباجي يعني كان بيتصاب باين ولا كان كنت هلعب مع بقى مروان الشرباجي دلوقتي. الماتش اللي هو بعد محمد الشرباجي على طول. فطبعا الماتش ده وخسرته خلاص تعتبر البطوله يعني. فالحمد لله دخلت بثقه كبيره جدا، يعني ان شاء الله ان انا هكسب، وروح طبعا غير عاديه ان انا اخش البطوله دي. والحمد لله كسبت يعني 2-0، وساعتها دخلتني في المجموعه تاني واحيت المجموعه بشكل كبير جدا. اهو ده لقطات من الماتش، حتى باين عليك على وشك الاصرار والعزيمه. لا يعني مع مروان الشرباجي. طيب انت كسبت الماتش ده، كسبته 2-1 برضه صح؟ 2-1. طيب قول لي يعني، هل 2-0 معلش 2-0 2-0. طيب انت الماتش ده يعني من مكسب بعد كده خساره، يعني قلت خلاص هتبتدي تفتح، ولا يعني استعدت ثقتك تاني بنفسك، ولا قلت يعني ما لا استعدت طبعا بشكل كبير جدا، بس كان عندي علي فرج. عندي علي فرج خسرت منه كتير، ما تقريبا اكتر واحد خسرت منه علي فرج، مصنف نمره واحد عالميا. فداخل الماتش الجاي، طب ايه بقى اللي هيحصل؟ ده علي فرج يعني. دخلت طبعا الحمد لله بثقه كبيره برضو، ان هو يعني خلاص اللي كسبني انا واحد جديد، اخش ان شاء الله اثبت نفسي في الماتش ده. كسبت 2-0 الحمد لله، وطلعت اول مجموعه. مصطفى معلش بقى، يعني يعني الشيء بالشيء يذكر، طالما الصور بتاع ايه حكايه الشراب ده؟ شراب فرده بيضاء وفرده سوداء، انت واخدينها يا ابني؟ ايه القصه دي؟ احكي لي. نوع بس من حاجه جديده في السكواش كده. برافو عليك. انت اللي يعني ما شفتش حد عملها قبل. لا 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 يعني بصوا يا جماعه، لابس الشراب يعني فرده بيضه وفرده
سودا بس حلوه حلوه يعني. خلي بالك انت لا قدام هنا واضحه اكتر صح. طب الفكره دي جات لك ازاي؟ لا جات لي لوحدي وانا في الاوضه عادي يعني. انا بلبس كده كنت رايح ماتش استعراضي قبل كده في امريكا فقلت لازم اخش بروح جديده يعني ما عادي فرحت مغير ومن ساعتها بقى يعني مشيت على الاستاد. انا عجبني على فكره. بحب اللعيبه النجوم او اللعيبه اللي بيبقوا يا ربنا يحفظك يا رب يخليك اللعيبه اللي بتبقى ستارز بتبقى عندها حته كده يعني في يعني مش هربانه منها لا شويه تخليني مصطفى مش هربانه منهم لا انا قصدي حته كده ايه عبقريه. ما العبقريين على فكره هربانه منهم هو برده كده فبتعجبني فيك الحته دي بصراحه يعني دي بتديك قلب ميت. كسبنا الماتش الثالث طلعنا على قبل النهائي صح؟ كان مع مين؟ مع طارق مؤمن. يا ساتر ده بطل عالم نجم طبعا طبعا يعني ماتش كمان كان تنشن كبير جدا في الماتش ده. انا قلت انت مش هتعدي مصطفى على فكره. ماتش مشكله ان انا طارق بلعب معاه وانا يعني مش بلعب معاه هو انا شايفه وانا الجزيره قبل ما اروح النادي الاهلي طبعا ده كان طفره في حياتي وعمري ما حتى طلعت مركز اول وانا في الجزيره يعني. كنت دايما بشوف طارق بيلعب فطارق عنده 33 سنه اكبر مني وعامل لقب بطل بطوله العالم عامل لقب طبعا بطوله العالم وبينافس عليه دلوقتي في البطوله الحاليه. فماتش طبعا كان بتنشن منه شويه دخلنا في تنشنه يعني صعبه شويه طبعا فماتش دخل في مود تاني كان لازم استعمل ذكاء شويه في الملعب عشان اقدر اعدي الماتش ده والحمد لله عملت كده وحافظت على يعني كنترولي في الملعب خلص كام؟ خلص 2-1 خلص 2-1 الجيم الثالث كام؟ لا الجيم الثاني كان 11-4 11-4 يعني انت عديت هو كان الـ 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 الازمه في تاني جيم ايوه تاني شوط كان يعني انا كسبت اول شوط وكنت مستريح جدا بعد كده تاني شوط هو طبعا بخبراته طبعا حاول يعني يدخل قفل الجيم قفل الجيم شويه اطلع بره مود الماتش بس الحمد لله قدرت ان انا اتمالك اعصابي تاني طبعا الجمهور والدعم الكبير ده يعني وخلي بالك برضو انت في نقطه دايما بتقولها لنفسك ان هو اللي يعني الموضوع الشخصيه انت نفسك قلت كده ما كنت معانا قبل كده الشخصيه بتفرق هي. يعني انا محتاج اسيطر على نفسي محتاج اتحكم في اعصابي مش بس مستوى السكواش لا انا عايز اقول لحضرتك ان انا من ساعه لما طلعت اول مجموعه وكانت الشخصيه حاجه تانية خالص يعني اول مجموعه وسط المجموعه المود دي كان علي فرج صحيح. ومحمد الشرباجي ومارون الشرباجي كلهم عظماء يعني فانا حسيت نفسي لا طارق لسه طالع من مجموعته دي التاني سبت صح. كل التصنيف ساعتها انا 9 او 12 او وهو اول تاني وركزت ان في البطوله دي لا البطوله دي انا طالع مصنف واحد على المجموعه المفروض يعني مجموعه كبيره المفروض ان انا اعدي المفروض ان انا لازم اعدي يبقى انا بالطبيعي ان انا اعدي بالظبط فكان روح وهي دي روح النادي الاهلي يعني اتكلمنا على الفاينل فاينل طبعا بلعب اسطوره من اساطير اللعبه وواحد انا دايما ببص له في حياتي عامه كشخصيه وكشخصيه رياضيه وكشخصيه بره الملعب وجوه الملعب تروح تشجعه في كل حته يعني وانا واصحابي كنا في الاجازه مثلا نروح بطوله الجونه لسه كنت صغير ساعتها اروح اشجعه واروح اتفرج على تمرينه الصبح بس خلي بالك كمان ان انت قابلته في البدايه وخسرت منه خسرت منه فخلي بالك انت ما بتلعب لعيب وخسرت منه تلعبه في الفاينل في حاجز كسرته ازاي يا مصطفى ده يعني بعد انا كنت طبعا كل الناس كانت في ظهري ساعتها جمهور كان كبير جدا يعني وسبورت طبعا مجلس الاداره كان كبير جدا ويعني شفنا المهندس الجرحي كان موجود محمد الجرحي طبعا سبورت كبير جدا ولما كسبت قام ويعني كانت حاجه كبيره جدا وكان مشاعر كبيره جدا في البطوله دي وخسرت اول شوط ساعتها وكنت بلعب حلو قوي في الشوط الاولاني بس خلص كام 11 خلص 14 12 14 خلص بعد تعادل كده نص ساعه خد نص ساعه الاول شوط وبعد كده بس ممكن ده يكون كسبك ان انت اجهدته صغير في السن محمد يمكن لعب البطوله جامد جدا حسيت ان هو يعني في شويه دروب كده في التاني في خلص كام في الفيتنس الشوط التاني خلص 11-7 11-7 بعد كده 11-4 11-6 خلي بالك دايما يقول لك ايه في السكواش لو هتخسر الشوط تخسره بطلوع الدرس حقيقة عشان تبقى بالذات الاولاني ايوه ما تخسروش كده 11-2 11-3 لا لو خسرته انت عملت كده طلع يعني بذل كل مجهود وفتح الرابع زي ما بيقولوا محمد طبعا فرق السن وفرق دي الطبيعه وهنا طب هنا في الشرباجي بعد الماتش قال لك ايه؟ لا كلها يعني انا قلت له انا اسف يعني والله. انا فعلا قلت له انا اسف ساعتها انا كسبتك ان كسبته يعني انا فاكر اللحظه دي كويس قوي قال لي لا دي هي دي انا مبسوط جدا ساعتها في اللحظه دي قال لي مبسوط جدا ان انت كسبتني وان اول بطوله ليك كبيره انا اكبر بطوله في العالم يعني ان انت تكسبني وانا قصادك وكده حلوه الاخلاق دي يعني انت بتعتذر له انت كسبته بالوضع انها منافسه شريفه يعني برضو اعتذار جميل وكمان كلامه ليك واللي كتب على تويتر بعد الماتش وانا بعد ما برضو في اللحظه دي قال لي احتفل زي ما انت عايز يعني انا
انا دايما بعد الماتش بحتفل وكده. لكن انت مش عايز تحتفل احتراما ليه؟ لا طبعا ما اقدرش انا احتفل يعني، مع ان الجمهور بصراحه الجمهور كان يعني كان ساعتها ساعتها يعني كان نفسي، بس طبعا لا طبعا لا. ومؤمن كمان محمد كتب لك قال لك انه انت انتظر الوحش القادم لا لا كتب عنك كويس الاخلاق في اللعبه وحاجه تضيف للعبه تعليها جامد جدا يعني. ولما يشوفوا تصرف المصريين مع بعض كده الحقيقه ده برضو بيدي طبع، بس باين عليك الاجهاد برضو. انا كنت يمكن محمد باين عليه الاجهاد اكتر منك. انت طلعت عينه شكلك. انا خلصت ورحت لعبت كوره على طول. كمان دكتور اشرف صبحي رحت لعبت كوره. ودكتور اشرف صبحي كان معاكم بيسلمكم طبعا. اكيد الجوائز بتبقى حاجه حلوه لما تلاقي دعم الدوله كده. طبعا كان حاجه شرف ليا قوي البطوله دي. انا ما صدقتش نفسي والله يعني، وانا في محطوط في الحته دي وان نوران جوهر نوران كسبت معاك نوران كسبت نوران كسبت السيدات كسبت هاني كسبت بس كسبت نور الشربيني صح ولا كسبت طلعت نور الشربيني في المجموعات. ايوه انا فاكر ودي صح. كان فوز كبير جدا وده من الفوز مفاجاه البطوله. يمكن هو ده اللي كسبها البطوله. ما ده كان نهائي. طبعا طبعا طبعا.